البداية من التهديدات الأمريكية والمناورة الإيرانية، إذ يستمر التوتر في المنطقة تصعيد تعكسه التصريحات والردود على موقع تويتر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرد منذ قليل. التقارير التي تتحدث عن سعي الولايات المتحدة لبدء مفاوضات مع إيران هي تقارير لا أساس لها من الصحة. الإيرانيون سيتصلون بنا عندما سيكونون مستعدين، وحتى ذلك الحين فإن اقتصادهم سيستمر في الانهيار. إنه أمر محزن للشعب الإيراني. تغريدات منذ قليل للرئيس الأمريكي. وكان ترامب سبق هذه التغريدات بموقف على تويتر قال فيه: إذا أرادت إيران خوض حرب فسيكون ذلك النهاية الرسمية لإيران، لا تهدد الولايات المتحدة مجددا كما يقول ترامب. من جهته رد وزير الخارجية الإيراني على ترامب بقوله أيضا على موقع تويتر: لا تهددوا إيرانيا أبدا، جربوا الاحترام فهو أفضل. تهديدات وتهديدات مقابلة من الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني. الآن معنا من واشنطن مراسلتنا هبة نصر. مساء الخير هبة. إذن منذ الأمس أو يعني أول أمس تصريحات أمريكية مرتفعة النبرة مقارنة مع الأيام التي سبقت ذلك. الأمس الرئيس هدد الإيرانيين قال لا تهددونا وسنمحو إيران إذا كان هناك اعتداء. اليوم أيضا وزير الخارجية الإيراني يرد بشيء مماثل. أيضا من اللافت قبل قليل غرد الرئيس الأمريكي ينفي مسألة التفاوض نهائيا. على ماذا يدل ذلك هبة برأيك؟ مهند، بالضبط كما قلت أنت، منذ تقريبا هذا التوقيت يوم أمس بدأت هذه لهجة التصعيد من قبل الرئيس الأمريكي، بدأ فيها بالتغريدة التي ذكرتها وصولا إلى هنا. بينهما كانت المقابلة مع فوكس نيوز، والتي لأول مرة منذ بدء الأزمة تغيب عنها أي دعوة للتفاوض من قبل الرئيس الأمريكي. كل ما قال المذيع يقول له يذكره بموقفه من العام 2016 عندما كان يعارض الحرب، يعود الرئيس الأمريكي ويقول: ولكن بالنسبة لإيران. هذه تكررت 3 مرات. على ما يدل هناك تطورات عديدة، لا يعني أن مساعي المفاوضات قد تكون انقطعت. للتذكير مهند، الرئيس الأمريكي منذ البداية قال أنه لا يريد الاتفاق النووي ويريد اتفاقا أفضل، لكنه سيصل لذلك عبر المفاوضات وهو يعارض الحرب. لكن ما حصل خلال الساعات القليلة الماضية والاجتماعات المستمرة التي كشف عنها، أولا لينسي جراهام اللي هو كما نعلم هو عضو مجلس الشيوخ المقرب جدا من الرئيس الأمريكي مهند، كان كشف خلال عطلة نهاية الأسبوع عن إيجاز من قبل وزير الخارجية الأمريكي لبعض أعضاء مجلس الشيوخ، وقال إن هذه التهديدات حقيقية، ودعا الرئيس الأمريكي للوقوف بصلابة. اليوم منذ قليل تقريبا منذ 3 ساعات لينسي جراهام قال إنه اطلع منذ قليل على إيجاز من مستشار الأمن القومي جون بولتون على التهديدات الإيرانية، ودعا إلى رد قوي جدا مدون على إيران في حال ثبت إذا كانت هي وراء الهجمات. لم يقل فقط الهجمات في العراق، لكنه أيضا ذكر الهجمات على الإمدادات النفطية. النقاشات التي تشي أنها مستمرة، موقف الرئيس الأمريكي الذي يبتعد عن التفاوض يشي بأن هناك تطور ما فيها على هذا الصعيد. هل هذا يعني أننا متجهون إلى ضربة عسكرية؟ جنرال بيترايوس قائد القيادة الوسطى كانت له مقابلة على وسائل الإعلام مهند منذ يومين، قال حتى لو كانت هناك، استبعد إمكانية الحرب، قال حتى لو كانت هناك هذه الخطط، لكن ذلك لا يعني أننا ذاهبون فورا إلى حرب. لكن قال إن الإيرانيين أو الوضع الحالي لا يمكنه الاستمرار إلى ما يراهن عليه الإيرانيون، أي البقاء حتى العام 2020 لمعرفة ما إذا كان سيفوز ترامب في ولاية ثانية أو لا. طيب هبة، الآن يعني تغريدات ترامب ومواقفه الأخيرة في ظل ما كان يقال على مدى الأيام الماضية عن وجود تباين بين موقف الرئيس ترامب من جهة وبين مواقف بعض كبار مستشاريه على رأسهم جون بولتون ومايك بومبيو وزير الخارجية، إلى أي مدى ربما الرئيس يحاول أن يظهر بأن هناك موقف موحد داخل الإدارة إزاء المسألة الإيرانية؟
ممكن جدا مهند، ممكن جدا تغريداته. نحن نعلم طبيعة الرئيس الأمريكي الذي يتابع الإعلام بالرغم من علاقته السيئة أو إذا متشابكة إلى حد ما مع وسائل الإعلام. ممكن جدا أنه لأن يكون يرد على وسائل الإعلام، لأن معظم تغريداته كانت رد على وسائل الإعلام. أولا نفى ما ذكرته نيويورك تايمز عن أن البنتاغون أعد الخطط لنقل لتحريك 120,000 جندي، ثم قال أنا مستعد لذلك، يعني كان ينفي القصة ثم يقول أنا مستعد إذا ما كان هناك تهديد. ومن الممكن أيضا أن يكون بالتالي اليوم رد على وسائل الإعلام التي تشدد على أن هناك تباين في الإدارة وتنقل عن مسؤولين. بالأمس خلال مقابلته مهند على فوكس نيوز كان واضحا أيضا أنه يخاطب قاعدته، أنا لا أريد حرب لكن الموضوع مختلف مع إيران. أيضا قال أن مثلا أنا لا أنظر إلى الأمور أو إلى المسائل أو إلى المشاكل بنفس الطريقة التي ينظر إليها العسكر. أعطى مثالا كيف تعامل في سوريا، وأعطى مثالا أنه أعطى مهلة لجنرالاته في أفغانستان وأنه لديه رأيه الخاص وهناك هذه العقدة للبقاء. يعني ما ذكرته قد يكون وارد جدا أنه يخاطب الإعلام أيضا. طيب. لسيما أن الجميع المقربون وغير المقربون يقولون إن لغة التفاوض لا تزال أو باب التفاوض لا يزال مفتوحا من قبل واشنطن. هبة، أخيرا وباختصار لو سمحتي، غدا هناك جلسات استماع في مجلس الشيوخ، في مجلس الشيوخ واحدة وفي مجلس النواب أيضا كما فهمنا واحدة، كبار مستشاري الرئيس للشؤون الخارجية مايك بومبيو وزير الخارجية، وزير الدفاع أيضا سيدلي بدلوه، رئيس هيئة الأركان ومسؤول كبير من الاستخبارات الأمريكية. هذه جلسة غير اعتيادية، ما هي التفاصيل المحيطة بهذه الجلسات؟ مهند فقط إذا لو تسمح لي سأحاول أن أذكر بإيجاز، هذه الجلسات بعضها سيكون مغلقا وربما سيكون الآخر مفتوحا، لا نعلم ما المفتوح وما المغلق أمام الصحفيين. لكن فقط أريد أن أنوه لموضوع ما، الديمقراطيون يعارضون أي إمكانية توجه بضربة بدون العودة إلى الكونغرس وحتى بعض الجمهوريين. لكن ما حصل منذ الشهر الماضي 10 أبريل كانت هناك جلسة استماع لوزير الخارجية الأمريكي أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، في مجلس الشيوخ. فسئل هل أنتم ستذهبون إلى حرب بدون العودة إلى الكونغرس أو تحت أي تفويض؟ الآن تحت تفويض العام 2001 عندما تعرضت الولايات المتحدة لأحداث 11 سبتمبر، التفويض يسمح لضرب أو التوجه بضربة عسكرية لأي أحد له صلات مع القاعدة. الإدارة الأمريكية منذ 6 أسابيع تقريبا وأكثر، حتى يعني نقول 2 أو 3 شهور، تحاول تثبيت أن الإيرانيين لديهم علاقة مع أعضاء القاعدة. التفويض يسمح لهم بذلك. قد تكون الجلسات هنا في حال أرادت إدارة الرئيس الأمريكي التوجه إلى حرب هي لبحث مدى مشروعية ذلك بالنسبة للكونغرس. وعلى الأرجح يرجح المراقبون، حتى أن بعض وسائل الإعلام NBC ذكرت أنهم أن الإدارة في حال أرادت الذهاب بنت حالة أو يعني بررت حيثيات أنه يمكنها الذهاب إلى حرب بدون العودة إلى الكونغرس. طبعا كما أشرت بقى الديمقراطيون في الكونغرس يعارضون أي عمل عسكري، ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب تقول الرئيس ليس لديه صلاحية لشن أي عمل عسكري. طبعا هناك قوانين تحكم هذه المسألة، أبرزها قانون صلاحيات الحرب War Powers Act. سنتحدث ربما عن هذا الموضوع لاحقا. شكرا جزيلا لك هبة نصر، مراسلة سكاي نيوز عربية مباشرة من واشنطن. في هذه الأثناء حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إيران من الرد الأمريكي في حال هجمت المصالح الأمريكية في المنطقة، ودعا هانت الإيرانيين إلى التفكير بعناية شديدة في ظل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. أود أن أقول للإيرانيين ألا يقللوا من عزم الولايات المتحدة في هذا الموقف. إنهم لا يسعون للصراع ولا يريدون الحرب مع إيران، لكن إذا هوجمت المصالح الأمريكية فسوف ينتقمون، وهذا أمر يحتاج الإيرانيون للتفكير فيه بعناية شديدة جدا. معنا الآن من واشنطن الكاتبة الصحفية كيلي تورنس. كيلي مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. هل هناك أي تناقض تضارب بين التصريحات أو مواقف الرئيس ترامب الأخيرة وما سبق ذلك؟ كان دائما يتحدث عن
أنه مسألة التفاوض أو الحوار مسألة مفتوحة، يعني قد تكون مقبولة في تحت ظروف معينة. الآن يقول أي حديث عن محاولات أمريكية للتفاوض مع إيران هذه مسألة لا أساس لها من الصحة، هل يدل ذلك على رأي على شيء برأيك؟ مهند، لا أعتقد أن الأمر فيه تناقض، لكن علينا أن ننظر بعناية إلى كلماته. قال مؤخرا إنه سيكون سعيدا للحديث مع إيران إذا أرادت أن تأتي إلى طاولة المفاوضات وتغير تصرفاتها. هذا لا يعني أنه يخطط مفاوضات أو أنه ينشط بدأب لتنظيم قمة، ولكن يقول إذا جاءت إيران إليه سيصغي إليها. وقد يكون البعض قد أساء فهم ما قال أو أنه يريد بأي طريقة أن يتفاوض معهم، وهذا غير صحيح. ولذلك في تغريداته كما رأينا قبل قليل كان يتحدث عن القصص التي أوردها في تغريدة سابقة وأنه أساء فهمها. هو يريد الحديث لكنه أيضا ينشط للتعاطي معهم بطرق أخرى إذا اقتضت الضرورة. ولذلك علينا أن ننظر دائما إلى الكلمات وبين الكلمات في تغريدات ترامب. عندما يتحدث هو دائما لا يتحدث بعناية شديدة. كما تعلمون نعرف هنا شخصية ترامب، حتى في الانتخابات كان هذا معروف ويقال يجب أن تأخذ ترامب بجدية ولكن بحذر في نفس الوقت. صحيح هو لا يتحدث بجدية في بعض الأحيان كالي، ولكن نحن الآن في أجواء حرب، يعني إذا جاز التعبير، ومن المفترض أن يتحدث طاقم الإدارة خاصة كبار المستشارين بنغمة واحدة. يعني يتوقع المرء أن يكون هناك موقف منسجم بين جميع أقطاب الإدارة. هل هناك بالفعل مثل هذا الموقف المنسجم؟ هذا أيضا سؤال وجيه. لا أعتقد أن إدارة ترامب موحدة حول إيران. الرئيس ترامب ومايك بومبيو من خلال كلماتهما يعتقدان أن إيران قد تغير تصرفاتها وأنها قد تأتي إلى المفاوضات، ومايك بومبيو وزير الخارجية يقول هذا، لكن جون بولتون مستشار الأمن القومي لا يرى ذلك. أعتقد أنه قال لوقت طويل وقبل أن يأتي ترامب بأنه ينظر إلى إيران بأنها دولة لا يمكن أن تتغير لأنها لن تبقى وتبقي وجودها إذا تغيرت. وهو كان دائما يقول إن هذا النظام دائما لديه تصدير الثورة في الدستور ويواصل هذه العقيدة، ولذلك جون بولتون يعرف أن هذا النظام لن يتغير، ولذلك لا جدوى من جلبه إلى المفاوضات. الطريقة الوحيدة لجلبهم للمفاوضات هي ستؤدي إلى مواصلتهم تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وتطوير البرنامج النووي. ولذلك أعتقد أن هناك اختلافات في الآراء في إدارة ترامب، وأعتقد أن هذا سيكشف ويدرك بالنظر إلى التوترات المتنامية بين الدولتين. متابعة لهذا السؤال كيلي، أيضا كان هناك تغريدة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يقول فيها أنه الرئيس ترامب سمح لبعض مساعديه مثل جون بولتون مستشار الأمن القومي بتدمير الدبلوماسية. إلى أي مدى برأيك يعني هناك فريق داخل الإدارة يسعى إلى تغليب الدبلوماسية على الحلول العسكرية، وفريق آخر يسعى لتغليب الحلول العسكرية على المسار الدبلوماسي؟ أعتقد أنه علينا أن نأخذ كل شيء يقوله جواد ظريف بشكل حذر وتحليلي. بطبيعة الحال تويتر ممنوع ومحظور في إيران، هو يتحدث إلى المجتمع الدولي والجمهور العالمي ولا يتحدث إلى الشعب الإيراني في هذه التغريدة، وبالتالي هذا أمر مثير للسخرية لأنه كان
كان قد استقال في فترة، وكان قبل شهرين أو ثلاثة يحاول أن يلعب دور الضحية بسبب تهميشه نوعا ما، والآن يعود إلى الساحة. ولذلك هذه التغريدات التي يواجهها أعتقد أنها لا يجب أخذها بشكل جدي تماما، ولا أعتقد أنه سيطيل كثيرا. والولايات المتحدة في نهاية المطاف منفتحة، إذا أرادت إيران أن تأتي للتحدث والمفاوضات فهو مرحب بها، ربما قد يكون محقا في نفس الوقت. وكان قد جاء إلى نيويورك مؤخرا وقال لا أحد في إيران يعتقل لرأيه، ونعلم طبعا أن آلاف الأشخاص يعتقلوا بسبب آرائهم. ولذلك أجد صعوبة أن أخذ كلمات جواد ظريف بشكل ذا مصداقية. شكرا جزيلا لك كالي تورنس الكاتبة الصحفية، كانت معنا مباشرة من واشنطن.